أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة عن انتهاء الصفحة الأولى من المرحلة الثالثة لعمليات قادمون يانينوى. وكان قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قد أعلن عن تحرير منطقة البسيف جنوبي مدينة الموصل، مضيفا أن قوات الرد السريع التابعة لقوات الشرطة الاتحادية فرضت سيطرة كاملة على المنطقة وأصبحت على مشارف مطار الموصل. طيران الجيش العراقي من جانبه أعلن عن استخدامه صواريخ موجهة بالليزر في معركة تحرير الساحل الأيمن، مشيرا إلى أن أول دفعة من تلك الصواريخ وصلت قبل عدة أيام. تسلم دفعة أولى من الصواريخ الموجهة ذات التصويب عالي الدقة لدك أوكار داعش ومقرات قياداته دون وقوع خسائر بشرية. وفي نفس السياق بحث وزير الدفاع عرفان الإحيالي مع نظيره الأمريكي جيمس ماتيس الذي وصل العاصمة بغداد استعدادات القوات الأمنية لتحرير الجانب الأيمن لمدينة الموصل. وأوضح ماتيس أن الجيش العراقي يتمتع بقدرات عسكرية عالية، مضيفا أننا سنبقى لفترة في العراق لنقف مع الجيش العراقي.